ومن أحاديث الفتن، وهذا يصدق على واقعنا حقيقة. قوله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: يوشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصرتها، كما يقال للقوم وينادي بعضهم بعضا: تعالوا فكلوا من القصر. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا فائدة ولا منفعة منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا السبب في هذا الضعف مع هذه الكثرة: ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. إلى ما الوهن؟ وكل يفتش نفسه. قال: حب الدنيا وكراهية الموت.